كابتن عصام، لو حضرتك هتفكر الفترة اللي جاية في إصلاح ما يحدث في كرة القدم، وده سؤال عادي ما فيهوش أي يعني أي مشكلة، ممكن تفكر في إيه يا فندم؟ خصوصا إن الفترة اللي فاتت شهدت أمور صعبة كثيرة جدا جدا، بداية خلينا نبدأ بالقريب بكأس العالم وبعد كده كأس الأمم. هو طبعا يعني الهدف دايما بيبقى المنتخب الوطني الاول والمنتخبات بشكل عام، نعم، على راسهم المنتخب الوطني الاول، انما المنتخب ده مش ممكن يتواجد بشكل قوي او بشكل منافس من غير ما يكون في مسابقه محليه قويه بتفيده يعني. نعم. المسابقه المحليه لازم تبقى منتظمه. ولازم تبقى فيها يعني اداره جيده للمسابقه المحليه ومتابعه للمحترفين في الخارج لان بيتزايد عددهم، واصرار على ان احنا يبقى عندنا برنامج في الفيفا ديت اللي هي المواعيد بتاعه الاتحاد الدولي اللي بتتوقف فيها المسابقات المحليه في اوروبا والعالم كله علشان المنتخبات تستعد وتلعب مباريات تجريبيه. لما كنا في السنه اللي سابقه على قامت بطوله زي البطوله اللي احنا فيها دي، ابسط مبادئ التخطيط ان السنه السابقه عليها، وانا عارف ان انا اخذت البطوله دي قبلها بسنتين، ان انا ابتدي اجهز المنتخب بتاعي وابتدي اختار المدرب بشكل جيد على مستوى مناسب للمنافسه مع المنتخبات القاريه اللي كلها محترفين دلوقتي، وابتدي اتفق على برنامج اعداد المنتخب ده علشان التعاقدات دي لازم تبقى على الاقل قبلها بسنه وهلعب في مصر او خارج مصر، بحيث ان انا اوفر للمنتخب اللي هيلعب بطوله بتتنظم على بلده مش اقل من 20 مباراه دوليه تجريبيه قبل علشان ولازم المدرب كمان يكون موجود في الفتره دي، مش المدرب يجي قبل البطوله بايام وبعدين اجيب مدرب بقى له 4 سنين ما بيشتغلش يعني ده لو بيعرف لو بيتعلم سواقه وقعد 4 سنين ما بيسوقش هينسى السواقه، هينسى السواقه. مظبوط. كابتن عصام، هل حضرتك مع المدرب المصري ولا المدرب الاجنبي؟ يعني قولا واحدا، المنتخب الوطني المدرب الوطني. المنتخب الوطني مدرب وطني. لا قولا واحدا، احنا كنا يعني حسن كان بيعمل ايه واحنا كنا بنلاقي قبل التدريب كان النشيد الوطني يعني مش النشيد الوطني في الماتشات، في التدريب يرنوا بلادي بلادي. حضرتك لما يعني لما اخترت كابتن حسن شحاته منذ 2004 اعتقد او 2004 صح؟ ايوه كان 2004 يا كابتن. الناس كلها ساعتها قالت يعني كابتن حسن برضو كان ساعتها لسه ماسك فريق المقاولين ودرجه تانية وكذا وكذا وكذا، ولكن حضرتك اصريت على اختيارك ووصلنا ل 2006 و2008 و2010. يعني هي بيني وبينك بقى هي المساله بقى مش يعني الواحد يعني ما حدش يقدر يتكلم على نفسه، لكن هي المساله فيها رؤيه فيها رؤيه وفيجن ان انت المدرب، انا ما اخدش مدرب وصل للبيك بتاعه، انا عايز مدرب طالع انا اخده وهو صح طالع. صح يا كابتن والله صح، مدرب عايز يعمل حاجه صح. وبعدين يعني ايه لما تتكلم معاه الاول، تتكلم مع المدرب لازم قبل ما تتعاقد تفهم هو لعيبه ممكن يكون واحد لعيب كويس بس يعني بينفذ بس، انما دماغه الكوره مش في دماغه كرؤيه لانك تمشي فرقه يعني او انك تختار ازاي تختار لعيب لكل مركز يتوائم مع الطريقه اللي انت بتفكر فيها. الكلام ده كله يجي لما تقعد تدردش وتتكلم مع الشخص. تمام. لازم الاول تقعد تتكلم معاه وتشوف دماغه فيها ايه يعني، وبعدين لازم انت تكون قادر انك تحكم كمان، ما هو انت لازم طبعا لازم يبقى يعني الدور الاكثر لما تكون رئيس الاتحاد وتقعد تتكلم مع مدرب ما هو ممكن ياكل، هتفهم على طول بالظبط كده كابتن. انت بقى واحد ما لعبش كوره ولا لعب كوره في المدرسه وبقى رئيس اتحاد، لما يقعد مدرب يتكلم معاه في الكوره هياكله بالظبط كده. طيب كابتن عصام، اخيرا عايز اسال حضرتك حاجه مهمه جدا، هل حضرتك لو عرض عليك اي منصب خلال هذه الفتره لقياده الكره المصريه خلال الفتره القادمه الصعبه القادمه، هل الكابتن عصام هيوافق ولا لا؟
يعني هفكر وهندرس المسألة، لأنه دلوقتي كمان مسألة، زمان كان التعيين ممكن وسهل ونقعد فترات، نعم نقعد سنة وسنتين، دلوقتي التعيين أصبح صعب بالنسبة للفيفا. بيسموه دلوقتي الهوت سيت، المقعد الساخن، يعني نعم ما تقدرش تقعد عليه أكتر من شهر ولا شهرين. يعني تدرس المسائل يعني وإمكانياتها إيه وهنقدر نعمل إيه، يعني تدرس الأول قبل ما أقول ولا لأ. يعني كل التوفيق يا كابتن عصام، احنا متاكدين لو حضرتك في هذا المنصب هيبقى لك دور كبير جدا في اصلاح كره القدم المصريه، وده انا متاكد منه تماما لاني كنت شاهد على العصر ده. شكرا جزيلا يا كابتن عصام. كابتن عصام عبد المنعم، نجم مصر والنادي الاهلي السابق ورئيس الاتحاد المصري السابق.